سيد محمد، القلعة كتب عام بلدية القيروان، نحكيو على إشكالية توقف خدمات الحالة المدنية ببلدية القيروان. الأسباب. مرحبا بكم، عيدكم مبروك، مرحبا بكافة مستمعي حياة الخير. هو بالنسبة لنا نحن راهو هذه عندها مدة القبضة، هي معناها هي اللي تعطينا الوثائق المطبوعات المعتمدة لإسداء الخدمات. نعطيك مثال، مثلا دفاتر الوصولات، هذيك الوصولات اللي قصاها استقلصاها، هي تخرج من القبضة كتسبقة يسلمها القابض للأعوان نتاع الشبابيك نتاع الحالة المدنية، المضامين بكافة أنواعها. دونك هذه كلها تستخرج من القبضة وإحنا نسلموها للمواطن في مقابل مادي، كيما المضامن، كيما وصولات تعريف النمذة، كيما وصولات النسخ المطابقة للأصل. هذه الكل توا نفذت بالنسبة للوكالات المقابيض اللي في الدوائر، كلها نفذت صحيح، معناها لأنه فما ضراب تاع معناها الزملاء في هاي وزارة المالية. دونك ما عادش عندنا المطبوعات الإدارية هذه، ما عادش نجم، حتى السيد القابض ما عادش نجم يخرج لنا. هذاك علاش احنا تو انا خرجنا بالليل، تو خرج العشيه باش نعلموا المواطن اللي رانا توقفت كل شبابيك الحاله المدنيه المكلفه بإسداء خدمات المواطن. هل يكفي اعلام المواطن ينتظر من البلديه في خدمه؟ ثماش حلول اخرى قانونيه؟ ما عندنا حتى حد. احنا عندنا المورد نتاعنا نتاع المطبوعات هذه، ومعناها كلها بتسبيقات معناها موثقه قانونا مع وكاله المقابيض، تسلموا من القبضه الماليه، هي اللي معناتها اللي هي تسلمنا لها. اذا كان القبضه الماليه ما هيش تخدم، دونك احنا الرصيد اللي عندنا الكل اللي خرجته على مدى تقريبا اسبوعين وهذا الاسبوع الثالث نفذ صحيح، ماشي دونك معناها الخدمات اللي تقدم في الموضوع هذا راهي باش اللي هي فلوس زاد موارد للبلديه. موارد موجودة، شوف احنا ما نحسبوش بالشكل هذاك لان ما عندناش قيمة كبيرة، ولكن مواطن باش يقف في الخدمة نتاعو، هذاك اللي يهمنا، هذاك علاش احنا بينا للمواطن اللي راهو فما معناها توقف من بداية من غدوة الحي، لأن استنفذنا كل المطبوعات الإدارية الموجودة عندنا. ثم شكون يقول أنا نتحمل المسؤولية ونعتذر من المواطنين على تعطل الخدمة هذه؟ أنا نعتذروا نحن يا سيدي. نحن نعتذروا في بلاصة كل ما مسؤول نعتذروا في بلاصته المواطن على توقف الخدمات هذه، نعتذر ولو انه مش من خارج على نطاق البلدية. الف شكر على تواصلكم مع المواطنين، بديت في خطوه جديده بالتواصل مع المواطنين واعلامهم. نعتذروا للمواطنين ولو انه خارج على نطاق البلدية ما نعتذروا للمواطنين.